بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. السلام عليكم أصدقائي ورحمة الله وبركاته في درس جديد إن شاء الله من قناة تقني معلومات. بناء على طلب بعض الأخوة أرادوا جهاز كشف المعادن، وهذا هو الجهاز الذي قمت بإنشائه اليوم. إن شاء الله سوف نقوم بتجربة الجهاز، وبعد ذلك سوف أذكر لكم المركبات. الجهاز يصدر صوت أنين، وسوف نمرر فوق الملف أي معدن وسوف نرى الفرق. إن شاء الله هنا السالب بهذا المكان، وهنا الموجب كما تسمعون، هناك صوت. إذن سوف أقوم بتمرير هذا المقص مثلا، انظر. كما ترون إذن هذا هو الجهاز كما رأيتم. قمنا بتمرير بعض المعادن فوق الملف. الملف عبارة عن تقريبا 25 لفة، وتستطيع زيادة لحد 50 لفة، وهناك مكثفات عدد 3، اثنان، 1 مايكروفاراد عدد 2، و المكثف الثالث 10 مايكرو فاراد 16 فولت، ومقاومة 4.7. وهذه السماعة كما ترون هي عبارة عن سماعة 4 أم 3 واط اكس زد. هذا هو الجهاز بعد التعديل، فقط قمنا بإضافة LED، وقمنا باستبدال الملف بملف يحتوي على 43 لفة. إذن سوف نقوم بالتشغيل إن شاء الله كما ترون. حاليا المصباح يتوهج.